علي عواد سيدي بطل الإصابة في مفصل الركبة الأيسر وهسه يتماثل للشفاء إن شاء الله. الحمد لله إصابته طفيفة إن شاء الله. بالركبة؟ نعم سيدي. هاي الثانية؟ الأولى وين؟ عمات هي بالركبة صارت على أثرها. نفس الحادث؟ إي. الحمد لله سهل سهل إن شاء الله. سهل. طيب إن شاء الله. طيب إن شاء الله. شلونك؟ طيب إن شاء الله. أنا أسأل عليك. قولي يا أستاذ. الله شنو اصابته؟ اصابته سيدي بالكتف الايسر واصابه بالقدمين سيدي، وتم اجراء لازم والتداول وضمات والرجل بطل يعني ابد ما تعبد. سيدي ابطال اصابته. الحمد لله. الحمد لله. الك وين؟ واصل. حيا الله. الله يحفظك سيدنا الله. ان شاء الله سهل الحال. ان شاء الله يوم السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. طيب ان شاء الله. والله والله شلونك؟ شلونك ان شاء الله ماكو شيء. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. طيب كيف حالك؟ الله يخليك. الله يخليك. شلونك؟ شلونك؟ زين ان شاء الله. نعم غازي سيدي بطل اصابه بالركبه اليمنى، عنده اصابه سابقه ايضا بالركبه اليمنى، يعني مرتين جريح. الحمد لله والشكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله الله يسلمك. 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 حياك الله سيدي. الله يسلمك. الله يستر عليك. سيدي كسرت. نعم سيدي بس رضوض الحمد لله. عليكم الله ارتاح. السلام عليكم. شو ارتاح شو نعم سيدي بس الفحوصات الحمد لله طبيعية، هو إصابة بالكتف الأيمن رضوض والركبة اليسرى سيدي. ما بيجي الحمد لله سيدي اخذنا له اشعه والمدخل للطوارئ الامور جيده، بس تعرف سيدي هذا التهاب انسجه رخوه يراد له وقت. الله يستعيل عافيته. ولم تجي البارحه؟ البارحه الظهر سيدي وجبه باليد وجبه ثانيه. وجبه ثانيه كل شيء متوفر بالعلاج؟ كل شيء موجود سيدي. ما عندك نقص ابدا سيدي والله. احنا مو مجامله سيدي، سيد مدير الامور الطبيه سيد مدير المستشفى قال من يعني اذا ما موجود حتى من برا نجيبه يعني، بس هو كل شيء موجود. اي شيء تحتاجه؟ طيب ان شاء الله. مستقر حالته؟ مستقر حالته الحمد لله والشكر سيدي. من البارحة جاء؟ البارحة نعم سيدي. الله يسلمك سيدي. الله يسلمك.